مرحبا بكل متابعي ومشاهدي القناة. مع كل هذه الأخبار التي عن فيروس الكورونا وانتشاره في أوروبا الآن وفي طريقه لانتشار العالم كله، أحببت أن أعمل فيديو عن كيف يعمل الفيروس، ما هي الأعراض وما هي الإحصائيات لحد الآن. في البداية، الفيروس ليس جديد. كورونا فيروس معروف في الطب، وهناك أمراض معينة يسببها، لكنه ليس مميت إلى الدرجة التي ظهرت الآن. وفيروس الكورونا يعتبر من نفس نوع أو فصيلة فيروس السارز الذي انتشر في بداية الألفينات، وأيضا سبب حالة وفيات كثيرة. وهناك افتراضيات تقول أن الفيروس قد أتى من الخفافيش أو انتقل من الأفاعي. أيا كانت الطريقة التي انتقل بها الفيروس، نحن نعرف أنه الفيروسات وبشكل عام الخلايا الحية والكائنات الحية في تغير وتطور مستمر حسب نظرية التطور. فإذا دائما هناك تغير يحصل في الـ DNA أو الجينات التي يحملها الكائن الحي، وهذا التغير الذي يحصل نتيجة لخطأ في النسخ ممكن أن يكون مفيد للكائن الحي وممكن أن يكون مضر. فإذا ما دام هناك تغيرات مستمرة، فإحدى هذه التغيرات قد تكون مفيدة، ومن هنا هذا الفيروس قد حصل على تغير مفيد أتاح له الإصابة بالإنسان والانتشار بهذا الشكل الكبير. إذن كيف يعمل هذا الفيروس؟ عندما يدخل الفيروس داخل جسم الإنسان، طبعا هو ممكن أن ينتقل عن طريق السعال، لأنه عادة يصيب المجاري التنفسية والرئة ويسبب سعال مستمر للمريض. فالمريض عندما يسعل، الرذاذ السوائل التي تخرج من الرئة عادة تحمل على الفيروس نفسه، والفيروس يدخل إلى مجاري التنفس عن طريق الأنف إلى الشخص السليم، وقد يدخل عن طريق الفم أو العين. وكيفية عمل الفيروس داخل الجسم؟ الفيروس يحتوي على نتوءات أشبه بمسامير، وهذه تستطيع أن تلتصق وتخترق خلايا الجسم لتجعل الفيروس يدخل داخل الخلية. ولأن الفيروس يتكون من RNA وليس DNA، فعندما يدخل داخل الخلية يقوم باستبدال الRNA في السيتوبلازم داخل الخلية بالRNA الذي يحمله هو. الRNA في الخلية يستعمل حتى يصنع نسخ من البروتين حتى تستعمله الخلية في العمليات الحيوية. عندما يبدل الفيروس الRNA في الخلية، إذن الخلية تقوم بإتباع شفرة الRNA التي يحملها الفيروس، وطبعا هذه الشفرة هي عمل نسخ للفيروس نفسه، وهذا فعلا ما يحصل. الفيروس يعمل نسخ كثيرة لنفسه، ومن ثم يمزق الخلية ويخرج إلى الخارج ليبدأ بالانتشار والدخول إلى خلايا أخرى. وهنا الخلايا الميتة التي تنتج من هذه العملية تغلق فتحات الهواء الموجودة داخل الرئة، وهذه هي المشكلة الأساسية التي يكونها فيروس الكورونا، لأن كمية الهواء التي تدخل داخل الخلية والتي تصل إلى الحويصلات الهوائية التي تنقل الأكسجين إلى الدم، فكمية الهواء تكون أقل بكثير نتيجة لوجود كل هذه الخلايا الميتة، ومن ثم يقل نسبة الأكسجين في الدم، ومن ثم تقل نسبة الغذاء الذي ينقل إلى خلايا الجسم بأكمله. طبعا إذا قلت نسبة الأكسجين إلى درجة خطيرة، تبدأ أعضاء الجسم بالموت، مثل الكبد، القلب، الدماغ. إذا بدأت هذه الأعضاء المهمة بالموت، طبعا يبدأ الإنسان بالدخول إلى حالة مميتة تؤدي إلى الموت بسرعة. وفي هذه الحالات يضع الأطباء يضعون أجهزة تجبر المريض على التنفس بشكل قسري حتى توصل أكبر كمية من الهواء إلى الرئتين لتزيد من نسبة الأكسجين.
مشكلة فيروس الكورونا أن الأعراض لا تظهر في البداية، قد تظهر ما بين يومين إلى 14 يوم في الشخص المريض، بمعنى أن الشخص المريض قد يكون مصاب بالفيروس ولا يشعر بالأعراض، وقد ينشر هذا الفيروس للأشخاص السليمين خلال أسبوعين ومن ثم تظهر الأعراض، ولهذا انتشر بشكل كبير أكبر بكثير من فيروس السارس. والمشكلة الأخرى أن الأعراض تشبه كثير أعراض فيروس الإنفلونزا، والذي عادة يكون منتشر في وخاصة في فصل الشتاء عندما يكون الجو بارد، فهناك حمى شديدة وصداع وسعال، قد يكون جاف وقد يكون يحمل ذرات من السوائل وصعوبة في التنفس، وأيضا هناك ألم في العضلات وإرهاق شديد للجسم. لاحظ أن هذه مشابهة تماما لمرض الإنفلونزا أو أنواع من مرض الإنفلونزا. والإحصائيات إلى حد تسجيل هذا الفيديو تعطينا تقريبا نصف هذه الحالات موجودة في الصين والنصف الآخر في دول العالم الأخرى، والتركز الآن على أوروبا وإيران. نلاحظ أن مجموع الوفيات هو تقريبا 2-3%، وهذا هو الفرق ما بين هذا المرض ومثلا فيروس الإنفلونزا، لأن فيروس الإنفلونزا يسبب وفيات أكبر بكثير من فيروس الكورونا في العالم، لكن نسبة الوفيات إلى نسبة المصابين في الإنفلونزا أقل بكثير من الكورونا، ولهذا يعتبر الكورونا أخطر بكثير من فيروس الإنفلونزا. وطبعا التوقع أن الفيروس سينتشر في العالم كله، يعني محاولة تجنب الفيروس بعزلة الشخص مثلا داخل البيت تكون شبه مستحيلة، لأن الإنسان يجب أن يخرج إلى الخارج مثلا ليتسوق ويشتري الطعام، فلا بد أن يصاب بالمرض بمرحلة معينة. لكن الفرق أن عدد الإصابات لا يكون بشكل كبير في وقت واحد، وإنما عدد الإصابات يكون على وقت أطول حتى تستطيع المستشفيات من استيعاب عدد المرضى ورعايتهم. إذن ماذا نفعل إذا أصبنا بمرض الكورونا؟ نفس الشيء الذي نفعله في مرض الإنفلونزا نتبعه في مرض الكورونا. ابقى في البيت، حاول أن تشرب سوائل ساخنة دائما، حاول أن تأكل طعام صحي يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين سي، ولا يوجد أي علاج، العلاج هو الوحيد هو الصبر والراحة التامة ومساعدة جهاز المناعة على محاربة الفيروس والسيطرة عليه. ففي النهاية أتمنى أن يكون الفيديو مفيد، أرجو من الجميع الصحة والشفاء، وشكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى.